خليني أول شيء قبل كل شيء أقول لك مبروك جداً وألف ألف مبروك صدور ألبومك الجديد وكل هالأصداء اللي بنشوفها على الأغاني. خلينا يعني مبدئياً نتكلم عن الألبوم، عن كل أغنية واختياراتك فيه والتعاون اللي صاير فيه مع الفنانين. أي الألبوم طبعاً أنا اشتغلت عليه، كان مفروض ينزل الفترة اللي هي قبل كورونا، وصار صار موضوع الكورونا، وللأمانة أنا إنسان أتأثر وايد في المحيط وفي الظروف، وكان وقتها موضوع الكورونا في بدايته وشيء جديد علينا، وكنا قاعد حاتي وفي قلق، فكان حتى نفسيا ما كان لي خلق أني أكمل في الألبوم ولا أشتغل ولا أني ينزل ألبوم ولا أني أنزل أي غنية يعني من الألبوم، فاضطريت أني أأجل وأخلي الألبوم بس تهدى الأوضاع شوية، وفعلا هدت الأوضاع شوية عن بداية الموضوع، ونزل الألبوم الحمد لله يا رب. أصداء كانت وايد حلوة، أنا نفسيا كنت محتاج فرحة في الألبوم، كنت محتاج ردود الفعل بحكم تعارف السنة اللي مرينا فيها، يعني سنة أنا قلت فيها ألف سلامة وعظم الله أجركم أكثر ما أني باركت وتكلمت بأشياء ثانية بحكم كورونا، فكانت سنة صعبة يعني، فالألبوم كان متنفس لي أني أطلع من هذه الفترة، والحمد لله يا رب ردود الفعل أسعدتني ونستني، ردت الطاقة فيني والحيوية مرة ثانية للشغل. يعني فعلا عبد العزيز سنة كاملة كل الكرة الأرضية مرت بهالأوضاع الغريبة، الوضع الغريب وضع كورونا، فزي ما نقول الفنانين يعني انعشولنا قلوبنا بالأغاني الحلوة، سواء كانت الفرحة والفرحية، أغاني الحب، أغاني الوناسة، أو أغاني حتى يمكن حتى الفراق، صرنا احنا مشتاقين للفراق، الفنانين نفسهم مشتاقوا للجمهور، ونحن فعلا كمان اشتقنا لهالأغاني وهالفرحة والفايبس الحلوة في الأغاني. وهذا اللي قاعد أركز عليه سبيا، إني أحط الفرحة في الأغاني، يعني هذه أنا كوظيفتي، وهذا الشيء اللي أنا يعني أقدر إني أبدع فيه، فإني أحط فرحة وسعادة من بعد كم التعب اللي إحنا مرينا فيه، فمثلا حتى في برافو عليك حرصت إني أحط كمية طاقة إيجابية في الغنية، كمية فرحة، غنية لكل وقت، لكل مناسبة تسمعينها في أي وقت، في النادي وانت طالعة في السيارة في كل مكان، الحمد لله التارجت والطاقة اللي أبيها وصلت للناس وحسيتها أنا منهم يعني أيضا نفس الشيء. بما أنك تكلمت وجبت طاري برافو عليك، خليني أستوقفك في التعاون اللي حصل مع النجم اللي كلنا طبعا نحبه بدر الشعيبي والنجمة الصاعدة حنين حسين، كيف جت الفكرة وكيف فكرت أنه يكون تري وبينك وبين بدر وبين النجمة حنين حسين والصوت الجميل خلينا نقول حنين أحسن. تمام. أنا بدر بيني وبينه كيمياء حلوة، وبدر اشتغلت أنا وياه، لحنت ليلى العشاق، بعدها سويت له ما أعرفه أبد، بعدها أنا أحب واحد، بعدها متعبة كل الناس، أنا وياه شكاكة، هذا كل الألحان أنا وبدر، لحد ما أن بو كلمونا قالوا لنا بلاتفورم بو، قالوا لنا عزيز نبي غنية ديو أو تريو بينك وبين بدر وبين شخص ثالث، قلت لهم بدر أنا وياه تقريبا متلاقين في الموسيقى وكيمياء بيننا موجودة، فبدر أوكي، الشخص الثالث أو الطرف الثالث خلوني أقعد شوية بس أفكر وأختار وأسمع أصوات وأشوف يعني شخص ثالث يكمل المثلث بيننا. فحنين أنا يعني كنت أبي يعني مركز عليها من زمان، بس أحس كان مكانها في الغنية أكثر، فكلمتهم كلهم في بنت اسمها حنين كيت 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 كيت، وسمعتهم صوتها وافقوا ورحبوا في المشروع، وبلشنا انطلقنا فيه، حاولت اني انا كملحن العمل اني اوظف كل واحد في المكان الصح، وتعمدت اني اخلي الجمله اللي هي مفروشه بطريقه غير، مثلا يا اخ يا قلبي، هذه الجمله ان توظف لحنين بحكم انها بنت جديده وهذه اول اغنيه رسميه تعتبر لها، فحبيت بورها يكون مختلف عني وعن بدر حتى في الغنية، والحمد لله كل اللي صار واللي كنا مخططين له بو وأنا وصلنا له بالشكل اللي احنا نبيه. علي بوغيث أبدع في الكلام، علي المتروك وزع الموسيقى من أحلى ما يكون، صهيب العوضي مكسجها من أحلى ما يكون، أحمد عبد الواحد أخرجها، كل واحد فينا بثيم وبكاتيجوري معين بس كلنا تحت فيديو واحد، فالكل اشتغلوا بحب، وطاقة الحب اللي بالعمل كلها انعكست على قلوب الناس وصلت للناس مثل ما احنا نبي فعلا.
ميزني عزني رزني غير بالحب نظرتي، يعني ترند بالحب نظرتي ترند يا عبد العزيز. ما شاء الله ما شاء الله، خندق على الخشب. ما ابغى اقول 33 مليون، الحين انا متاكده انه وصلت 35 مليون مشاهده على اليوتيوب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هالرقم ايش تحب تقول والمين تهدي هالنجاح؟ 33 مليون، 34، 35 مليون، كلمه حب لمين تهديها عبد العزيز؟ والله انا دائما اقول للناس من بعد الله، الناس هي اللي انشرت الاغنيه، وهي اللي ساعدتنا ان احنا، هي اللي تساعدنا ان احنا نشتغل ونبدع، وهم السبب الالهام من بعد الله. فلو بشكر اشكر الناس اللي قدموا لنا حب ودعم، يمكن حتى من اقرب الناس وما نحصله. فانا دائما اقول لهم، ما احب كلمه جمهور، انتم اهل، انتم فعلا اهلي، لان الحب اللي قاعد اشوفه منكم والدعم والتشجيع ما شفته من اقرب الناس مني. فلو بقول شيء بقول شكرا من بعد الله للناس اللي ما قصرت وانشرت الاغنيه وساعدتنا، ويا رب اني اكون اقدر اوصل، يعني على الاقل لو اغير مودهم 10% بالاغنيه او بالموسيقى. عبد العزيز هذا اللي اتمناه. لا انت ما تتمنى، هو فعلا صار، يعني صارت، يعني حتى الميمز ميمز بس اكتبوا برافو خلاص برافو علينا. عرفت الباتمان هذاك اللي يعطي كيف كذا يقول خلاص إناف.